السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنتلاقى بكم في فيديو سبيسيال جمعت لكم فيه وجبات ديال النهار كامل، فطور غدا كاسكروت وليشه. شاركتهم معكم كلهم في هذا الفيديو، افكار زوينه هكا تستافدوا منها وتجربوها حتى نتوما، علاش لا. بديت معكم هكا بالفطور ديال الصباح. المهم انا الصباح وليت قبل ما كنفطر كناخذ كاس ديال الماء كبير كيف ما شفتوا، تقريبا هذاك شي هز ليا 4 لتر ديال الماء، وليت كندير فيه معلقه صغيره ديال حبوب الشيا عامره، وكندير فيه واحد طرونش ديال الحامض الا بغيتو تضيفوه غير باش كيعطي داك البنه ديال السيترون في الماء وصافي، وكنحركهم وكنخليه ربع ساعه باش دوك حبوب الشيا كيتنفخوا ليا في الماء وكنشربو من بعد. هذا هو اول حاجه كنبدا بها الصباح ديالي، عاد كنمشي نوجد الفطور. هنا بالنسبه للفطور ديال الصباح، كل صباح وكيفاش كنفطر، ولكن عموما انا في الصباح ما تنقدرش نفطر، يعني خاصني شي حاجه خفيفه اولا شي نوبات كاع، تنقدر نفطر غير بتمره وكاس ديال الماء. وبالنسبه للغدا قررت اليوم باش ندير العدس، خديت هنا واحد القياس اللي فسكته مزيان وغسلته، وهنا عندي حبات مطيشه، بصله، جوج فصوص ديال الثومه، شويه ديال القزبر والمعدنوس، وعندي هنايا لي زيبيناغ اللي غسلتهم بشويه ديال الماء والخل. غادي ندوز باش نوجد العدس. الطريقه اللي كيديرها كل شيء نفس الطريقه، غير انا اليوم غادي نزيد معاهم لي زيبيناغ بكميه كثيره لانهم صحيين ومفيدين بزاف، سورتو الناس اللي عندهم نقص في الحديد راهم رائعين.
اليوم غنحضر معكم واحد الوجبه غزاله في العشاء. نحتاج هنا جوج حبات ديال البطاطا درتهم باش يتسلقوا. ناخذ هنا واحد المقله غادي ندير فيها شويه ديال زيت بلديه، غادي نضيف عليها ثلاثه انواع ديال الخضار. عندي هنا البرو، عندي فلفله خضراء مقطعه صغيره، وخيزو محكوك. تقدروا ديروا اي خضار عندكم اللي كتبغيو وليداتكم ياكلوهم. هاد لا غوسيت كتجي غزاله وما كتبانش فيها الخضره كاع، كتجي غالبه عليها حوايج اخرين نتوما غتشوفوهم معايا. هنايا خديت واحد لو بول ندير فيه خمسة ديال البيضات، هذا القياس اللي غتجيني فيه مزيانه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وغادي نطرب هذاك البيض مزيان. غادي ندوز هنايا من بعد ما تشحر ديال البرو مزيان زدت عليه خيزو باش يتشحروا ليا بجوجهم مع بعضياتهم، وغادي نسمهم بشويه ديال الملحه والابزار، غنخليهم يتشحروا. وغادي ندوز باش نضيف هنا الفرماج الاحمر على البيض اللي طربت انا وياكم، وغادي نديروا فواحد الطاوه مستطيله، وغادي نسرحوا هكا فوق منها، وغادي نغشي في الفران باش يطيب ليا. ما تخليوش يطيب بزاف باش ما يقصحش، غير يتشوفوا نشف وتخرجوا من الفران. هنايا بالنسبه للخضره نكمل الفلفله الخضراء اللي بقات عندي، غادي نضيفها. تقدروا كيف ما قلت لكم ديروا اي خضره عندكم، فلافل ملونين، اي حاجه بغيتوا. هنا بعد ما تسلقات لي البطاطا غادي نحاول نقطعها ونمعكها هكا بالفرشات باش تجيني معوكه كامله مزيان. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الحليب تقريبا واحد المعلقه كبيره، والمعدنوس، وغادي نحاول نمعكها مزيان باش ما يبقى ليا فيها حتى شي حاجه طريفات زعما هكا يكونوا باينين، ما يبقاوش فيها، تجيني كلها فحال بيوري. هنا الخضيره صافي راه تشحرات وطابت ليا مزيان وخليتها حتى نشفت من الماء، غنحطها هنايا. وغادي ندير هنا انا لادان فومي وشويه ديال الفرماج شيدار. تقدروا نتوما تعوضوا هذا الشيء يا اما بالكفته او لا بالطون او لا بصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، تقدروا ديروا اي حاجه بغيتوا تعوضوا بها زعما هذا الشيء. هنايا من بعد ما خرجت البيض ديالي من الفران كيف ما شفتوا راه نشف ليا، شديت داك البطاطا عندي وحاولت نسرحها هكا فوق الطاوه على حسب الشكل اللي عندي انا ديال البيض اللي ديجا طيبته. ومن بعد ما غادي نسرحها غادي نضيف عليها الخضره ديالي، وغادي ندير شاركوتري اولا لادان فومي فوق منه الفرماج شيدار، وغادي نروليها. المهم انتما تشوفوا معايا المراحل كامله.
هنايا بعد ما خرجتها من الفران كيف ما شفتو زدتها واحد الرشيشه هكا ديال الفرماج من الفوق باش تجينا معلكه وغزاله. كتجي غزاله هاد الوصفه هادي، كتجي كتحمق سورتو بديك الخضره اللي درنا لها الداخل. كيف ما قلت لكم مع وليداتكم حاولوا تجربوا اي خضره ما تيبغوهاش لكم، ديروها محكوكه ولا مقطعه رقيقه وديرها لهم في وسط هاد الرولو هذا ديال البطاطا، كتجي لذيذه في المذاق، واحد المذاق رائع ما نقولش لكم. انا ولدي حمق عليها وعجبته بزاف بزاف، وكيف ما شفتو دخلت ليه خضيره لداخل باش كنتنفعوا منها. كتجي غزاله في الفران، صحيه ما فيهاش شي حاجه، وتقدروا تعوضوها كيف ما قلت لكم تعمروها بالكفته اولا بالطون اولا بصدر الدجاج اولا باي حاجه كتفضلوها نتوما. جربوها وردوا عليا الخبر لانها كتجي كتحمق. مهم جات لذيذه. كانت هذه هي اخر وصفه اللي شاركها معكم اليوم في هذا الفيديو، اللي هي وصفه ديال العشاء. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم. الغداء الفطور كاسكروت والعشاء حتى هو. بالنسبه للكوتي اولا الكاسكروت، حطيت داك الكوكيز راه ديجا حطيت لكم الوصفه ديالو في القناه، بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش غنخلي لكم تحت في لابار دانفو، دخلوا لليان ديال الفيديو وغادي تلقاو الوصفه كامله ان شاء الله. نتلاقى بكم في فيديو جديد، ما تنساوش تخليوا لي لايك وتابوناو لاشين باش توصلوا دائما بالجديد. السلام عليكم.